اهلا بكل حضراتكم من جديد، عوده العشرة الصبح في الاهلي. وطبعا نستكمل بقى حوارنا مع كابتن حشيش نجم النادي الاهلي السابق، واللي الحقيقه يعني بنحاول نفصص معاه كل تفاصيل لقاء الاياب على قد ما ربنا يقدرنا. برده من ضمن الناس اللي عايزين نتكلم مع حضرتك عنها كهربا، فكره مشاركته في مباراه الاياب. وارد ان كهربا يكون موجود، بس يعني ما اعتقدش من بدايه المباراه، ممكن ياخد جزء من المباراه. كهربا طبعا لعيب عنده خبرات دلوقتي وعنده سرعات ممكن تفيد النادي الاهلي في وقت معين من المباراه، على يعني حسب بقى طبعا تفكير المدرب، انما اعتقد انه هيكون له دور يعني. طب وبالنسبه مثلا اللعيبه اللي احنا مش هنقول احتياطي بس متواجدين برده، طبعا ناصر ماهر وفي عندنا اسماء برده. بصي، هو هيحاول يلاعب الناس سواء اللي هيبتدي بيهم او اللي موجودين بدلاء الناس القريبه من اللعب خلال الفتره اللي فاتت، يعني لان ده برضو مباراه زي ما بنقول صعبه جدا جدا، مش تقليل من الناس اللي هي بعيده. أيوة. بس عشان هم بعيد عن المباريات ومفيش فرص للتجارب في مباراه زي دي. احنا التجارب جايه كتير قوي، لان احنا هنرجع على مؤجلات كتيره جدا في الدوري او كاس مصر، ففي فرصه احنا محتاجين يعني جيش تاني غير الجيش اللي موجود عشان يبقى موجود في الملعب. احنا كمان بنشهد الحمد لله عوده للمصابين، يعني قفشه شاهدناه في الماتش اللي فات، ان شاء الله في الماتش الاياب يكون افضل. كمان محمد هاني النهارده كان معانا خبر ان هو الحمد لله تعافى، فيعني دي هو طبعا بالنسبه لفترات سابقه يعني طبعا عوده يعني اللعيبه المصابين، والحمد لله ما فيش اصابات كثيره، الاصابات كمان خفيفه يعني.